نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. وإن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض المراجعة النهائية للهندسة ترم أول. مراجعة نهائية للهندسة ترم أول. هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. عدد محاور تماثل مثلث متساوي الساقين. يبقى المثلث متساوي الساقين ليه كم محور تماثل؟ أيوه، كلنا عارفين إن محاور تماثل المثلث متساوي الساقين عددهم واحد، يبقى واحد فقط. قياس الزاوية الخارجة عن المثلث متساوي الأضلاع. طبعا احنا عارفين المثلث متساوي الأضلاع عدد زواياه او زواياه، كل زاويه من الزوايا الداخله بتساوي كام؟ 60. طيب انا عايز نجيب قياس الزاويه الخارجه، يبقى علشان نجيب الزاويه الخارجه للمثلث نقوله الزاويه الخارجه بتساوي 180 ناقص الزاويه الداخله، لان الزاويه ايه؟ الزاويه الداخله والزاويه الخارجه زاويتان متكاملتين، زاويتين متكاملتين. يعني هنقوله ايه؟ يبقى الزاويه اللي عندنا نقوله نطرح الزاويه اللي هي 180 ناقص كام؟ ال 60. يبقى 180 ناقص ال 60 هيدينا كام؟ هيدينا 120. يبقى قياس الزاويه الخارجه عن المثلث متساوي الاضلاع هتساوي نقوله كام؟ 180 ناقص كام؟ 60. الناتج هيطلع بكام بقى؟ بيطلع ب 120 ايه درجة، ادينا 120 ايه درجة. يبقى الإجابة الصحيحة كام؟ 120 ايه درجة. عندنا هنا بيقول لي إيه بقى؟ س ص ع، س ص ع مثلث قائم الزاوية في س، في مين؟ في س. فإن س ع نقط ص ع. هنا بقى مين الزاويه القايمه؟ اللي هي تعتبر السين، يبقى سين الزاويه الايه؟ القايمه. اذا الوتر هيبقى ص عين. اطلب منها من هنا من الرسم من ايه؟ من هنا نقول ده سين هي الزاويه القايمه، اذا بنستنتج مين؟ ص عين هو الوتر. يبقى ص عين هو الايه؟ الوتر. يبقى الوتر ده اكبر ضلع في الايه؟ في المثلث. يبقى ص عين هو الكبير اكبر ضلع، وبالتالي سين عين هيبقى اصغر. يبقى نقول س ع اصغر من ص ع. ليه؟ لان هنا بنقول طالما ديت الزاويه القايمه هي س، يبقى على طول نقول ان ص ع هو الايه؟ هو الوتر، والوتر هو اكبر اضلاع المثلث القائم الزاويه. اذا ص ع اكبر من س ع. طب وس ع ايه؟ اصغر. يبقى هنا هنحط علامه ايه؟ اصغر من. طب هنا بيقول لي الاضلاع الأعداد اللي هي 3 و 6 ونقط تصلح أن تكون أطوال أضلاع مثلث. سؤال جميل جدا وبيتكرر كتير في الامتحانات. بيقول إيه بقى؟ علشان الأضلاع تكون أضلاع مثلث خلاص لابد أن تحقق من متباين المثلث، اللي هي بتقول إيه بقى؟ مجموع أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع الثالث، مجموع أي ضلعين في المثلث لازم يكون أكبر من الضلع الإيه؟ الثالث. فنيجي نبصوا نشوف مع بعض، نجمع 3 و6، 3 و6 كام؟ 9، يبقى دولت مجموعهم كام؟ 9. لابد ان يكون اكبر من اي عدد موجود هنا. يبقى 9 اكبر من 7. 9 اكبر من 9؟ لا ما تنفعش. 9 اكبر من 10؟ 9 اكبر من 12؟ لا. يبقى اذا مين اللي يصلح ان تكون اضلاع مثلث عشان يكون؟ يبقى لازم يكون مين هنا؟ اللي هو الايه؟ 7. لان نقوله كده مع بعض، 3 زائد 6 9. التسعة أكبر من، يبقى دولت مجموعهم 9. كويس، يبقى هنا 9. التسعة لابد أن تكون أكبر من، أكبر من إيه بقى؟ أكبر من أي عدد من دولت. طب مين هي أكبر من مين؟ من 7. يبقى هنا لازم يكون العدد إن إيه؟ 7. يبقى الأعداد 3 و6 و7 تصلح أن تكون أطول أضلاع إيه؟ مثلث. طيب هنا بيقول لي ايه؟ السؤال هنا بيقول لي اذا كان قياس زاويتين في مثلث هما 60 و90، يبقى الزاويتين كام هنا؟ 60 و30. 60 وكام؟ و30. اذا دولت كام زاويه؟ زاويتين، مجموعهم كام؟ 90. يبقى انا عايز اجيب الزاويه الثالثه،
الزاوية التالتة هتكون كام؟ هتكون 90، يبقى دولت مجموعهم مع بعض 90، يبقى الزاويتين دولت مجموعهم كام معانا؟ 90. طب عايز نجيب الزاوية التالتة، يبقى الزاوية التالتة بكام؟ برضه ب90. إذا لو الزاوية التالتة 90، زاوية لوحدها 90، يبقى المثلث نوعه إيه؟ متساوي الساقين ولا متساوي الأضلاع ولا مختلف الأضلاع ولا قائم الزاوية؟ أنا سامع ناس بتجاوب. طالما في زاوية قياسها 90 يبقى مثلث قائم الإيه؟ الزاوية. يبقى المثلث هنا مثلث قائم الإيه؟ الزاوية. في الشكل المقابل، في الشكل المقابل ألف ب بيساوي ألف جيم، ب جيم 10 سنتيم، قياس زاوية ب ألف دال بتساوي كام؟ بتساوي 30 درجة. ألف دال عمودي على ب جيم. طبعا الحاجات دي كلها جميلة جدا، دي اسمها بنسميها معطيات. هذه المعطيات بتساعدنا كتير كتير في حل الايه اي مساله، فانت لازم تستفيد من هذه المعطيات اللي بديها لك في بدايه الايه المساله. اول حاجه بيقول اوجد طول كل من ب د، عايز ب د بكام؟ والف ايه؟ والف د. بعد كده هات لي مساحه المثلث الف ب ج. بعد كده بيقول لي هات لي مساحه المثلث مين؟ الف ب ايه ج. طيب تيجي نشوف مع بعض، احنا دلوقتي بنقوله ايه؟ اعطينا الف ب بيساوي الف ج، يبقى مثلث متساوي الايه؟ الساقين. طيب الزاويه دي كام؟ 30. خلاص. طيب الف د ده خلاص يعتبر عمودي، عمودي على الايه؟ القاعده. كويس. طيب في هذه الحاله بنقول ان المثلث متساوي الساقين، فبنلاقي ان المتوسط خلي بالك او العمودي يكون ايه بقى؟ ينصف زاوية الرأس وينصف القاعدة، يعني ايه؟ يخلي قاعدة، يعني هنا الجزء ده كده ب د هيساوي د ايه؟ د ج. يبقى طالما أ د ده هوت عمودي على القاعدة في المثلث متساوي الساقين، هنستنتج على طول إن ب د بيساوي د ج. طب ما هو بيقول لي إن ب ج كله، ب ج كله 10، إذا ب د هتطلع بكام؟ بخمسة ايه؟ بخمسة ايه؟ بخمسة سنتي. كويس؟ طيب يلا نشوف مع بعض كده. هنا بيقول لي أهو أ ب بيساوي أ مين؟ أ ج. في نفس الوقت أ د عمودي على ب ج، إذا بنستنتج في هذه الحاجة إن ب د هيساوي د ج، يبقى ب د هيساوي كام؟ 5 إيه؟ 5 إيه؟ السنتي. طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ عايز مني أ د. طيب خد بالك معايا، زاوية ب، ب أ د بتساوي 30، ب أ د بتساوي كام؟ 30. و في المثلث اللي هو أ د ب القائم الزاوية في د، يبقى الضلع المقابل للزاوية 30 اللي هو ب د بيساوي نص الوتر اللي هو أ ب. طب أنا عايز نجيب الوتر بقى أ ب، يبقى الوتر أ ب بيساوي 2 ب في د، يبقى ب د خلاص 5، يبقى أ ب ده قد مرتين، ضعفه ضعفه، إذا أ ب بيساوي كام؟ 10 إيه؟ بيدينا هنا 10 إيه؟ 10 إيه؟ سنتي. طيب وبعدين؟ تعالى نشوف، يبقى اذا نجيب ا د، ا د ده هنجيبه من نظريه فيثاغورس، يبقى ا د تربيع بيساوي ا ب تربيع ناقص ب ج تربيع، ا د تربيع ماشي بيساوي ا ب تربيع ناقص ب د تربيع. بنربع وبعد كده بناخد الجذر، في هذه الحاله ا د هيطلع لي بكام؟ ب 8.7 سنتيمتر، 8.7 سنتيمتر تقريبا. كويس؟ طيب كده احنا جبنا طول ب د وجبنا طول ا د، عايز نجيب مساحه المثلث ا ب ج. مساحه المثلث بتساوي ايه؟ نص طول القاعده في الارتفاع، نص طول القاعده في الايه؟ في الارتفاع. طيب المثلث اللي هو ا ب ج نعتبر ا د ده عمودي، العمودي ده يعتبر هو الايه؟ الارتفاع. طيب مين القاعده؟ اللي هو ب ب ايه؟ ب ايه؟ ج. يبقى نقوله مساحه المثلث ا ب ج بتساوي نص طول القاعدة، يعني ايه نص طول القاعدة؟ خلاص اللي هي ايه بقى نص طول القاعدة؟ يبقى نص مضروب في القاعدة اللي هي ب ج مضروب في الارتفاع اللي هو ا د، اللي هو من هنا عندنا ا ايه د. طب تعالى نعوض، نص اهيت
ب ج بكام؟ احنا بنقوله ب10 مضروب في الف، ده اللي هو ارتفاع اللي هو 8 و7 من ايه، من 10. بالاختصار هيطلع لي 43 و5 من 10 سنتيمتر ايه تربيع. كويس، يبقى احنا كده جبنا مساحه مين؟ المثلث ا ب ج. يبقى مساحه المثلث تاني بتساوي نص طول القاعده اللي هي ب ج في الارتفاع اللي هو ا ايه ا د. يبقى اذا في هذه الحاله بنقوله 43 سنتيمتر مربع هو مساحه مين؟ المثلث. في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد.